نشوف فيه رأي المعلقين وذكرياتهم مع مباريات القمة، رأيهم كان إيه في هذا الموضوع وذكرياتهم كانت إيه، وأرجع بعد كده في الحديث مع دكتور طارق بعد هذا التقرير. الكرة المصرية بين ناديي الأهلي والزمالك. أبو تريكة هتعمل إيه؟ حطها جول. يلقي معنا على الشاشة الصغيرة وأحداث اللقاء الهام المرتقب. تختلف مباراة القمة سواء في تحضيرها، سواء في إمكانياتها بالنسبة للمعلقين، بالنسبة للتحضير، بالنسبة لنجومية المعلق، ممكن تصنع نجم زي ما بتصنع لاعب. وممكن في نفس الوقت أنا بسميها مباراة القمة كده زي البالونة، لازم يكون عليها معلق كبير. يعني أنا بكلمك بأمانة، مباراة القمة تعلقت بأذهاننا مع كل الأجيال. يعني مثلا هتلاقي كل 20-30 سنة كان في معلق للقمة مرتبط بيه الجمهور، كان من أيام الكابتن محمد لطيف، وبعدين جه بعد كده كابتن إبراهيم الجويني. كان في مجموعة معلقين كبار موجودين وأسماء كبيرة، إنما مش الكل ارتبط اسمه بلقاء القمة. وأنا بقول لك الأسماء اللي ارتبط بيها فعلا الجمهور، يمكن من فترة كمان من أول ما التلفزيون بدأ، ستينات سبعينات تمانينات، كابتن محمد لطيف، بعدين الكابتن إبراهيم الجويني، رغم وجود الكابتن علي زيور، الكابتن حسين مدكور كان موجود. بعد كده جه أجيال تانية، كابتن ميم الشربيني تعلقت بيه، يمكن أذان المشاهدين في لقاءات القمة. بعد كده الكابتن مدحت شلبي بقى هو، يعني عايز أقول إن في معلقين هم الوكلاء الحصريين للقاءات القمة. في معلقين تاني بيعملوا اللقاء، وأنا زي كده بقول لك إنها موضوع مسؤولية صعبة، زي برضو إن في لعيبة بتيجي تتألق في لقاءات القمة، في صناعة للنجومية للمعلق في مباريات القمة. الماتش اللي جاي لقاء السوبر، يمكن هو أقرب لقاء قمة هنتكلم عليه. اللقاء بيقام في خارج مصر في أبو ظبي، وشفناه قبل كده في الإمارات. اللقاء هيفرق وجود الجماهير جدا، بيفرق يمكن الجو العام بتاع المباراة مع المعلق وهو بيعلق من جوه كابينة في الاستاد، بيبقى متأثر بجو الجمهور جدا. طريقة التحضير اللي اتكلمنا عليها في الأول ده سلاح ذو حدين، احنا كل مباراة لها طبيعة خاصة. لقاءات القمة بتحضر معلومات انما ممكن ما تقولهاش في المباراة، لان الجمهور بيبقى مشدود للأداء الفني قوي، ودي خبرة المعلق هنا، امتى هيتكلم يقول معلومة، امتى هيبدأ يتكلم فنيا، وفي اعتقاد ان هو ما يخرجش عن إطار المباراة، سواء كان بيعلق على شاشة او التعليق لميكروفون الإذاعة، برضو ده موضوع مهم جدا. انما زي ما انت قلت يا ادهم في الاول، مباراة القمة ليها طابع خاص، مباراة القمة ليها تحضير خاص بيها. خلال تجاربي بيبقى في حالة توفيق وعدم توفيق للمعلق زي اللعيب بالظبط. نتمنى ان اللقاء اللي جاي اي حد من الزملاء يعلق، سواء على قناة من خارج مصر او القناة المصرية اللي هتذاع حصريا، بنتمنى له التوفيق، لان نجاح المباراة بالكامل بيبقى نجاح للمنظومة، سواء للعيبة، سواء للأجهزة الفنية، سواء للحكام، سواء لمجموعة العمل الإعلامي اللي بتكون موجودة، ومنها المعلق اللي أنا بعتبره 60-70% هو الموسيقى التصويرية بتاعة المباراة. طبعا بيختلف التعليق لما بتتكلم على الكلاسيكو المصري أهلي زمالك، بقى في كاس، في سوبر، في دوري، لا بيختلف عن أي مباراة أخرى، ليه اهتمام خاص، قاعدته الشعبية اللي بتتابعك وبتنتظرك كتيرة. شرفت بأن أنا عملت حوالي 14 مباراة أهلي وزمالك عبر مشوار طويل، يعني منهم فترة خدمتني فيها الظروف، كان حوالي 6 ماتشات ورا بعض، 2 دوري أبطال إفريقيا، 2 دوري مصري عادي، 1 سوبر، 1 كاس مصر. فالستة دول يعملوا لك نوع من أنواع الكتاب التاريخ، يعني بفضل الله كان وقتها ترتيبي نمرة 2 بعد المرحوم العميد الجويني اللي هو كان متخصص أهلي زمالك. طبعا الفترة الجميلة والذهبية للكرة المصرية اللي كان معظم لعيبة الناديين متواجدين في المنتخب، فكان الروح الرياضية بينهم جميلة في الملعب، فدي كانت بتساعدك كمعلق انك تركز في المعلومات وتركز في التاريخ، في فنيات الفريقين، في المدربين اللي كانوا موجودين. يعني كان مالون جوزيه فترة طويلة، ثم حسام البدري، الناحية التانية كان من اول هنري ميشيل وكابرال وحسام حسن، ويعني اكتر من اسم كده مروا على الزمالك في توقيت كان متلاحق قوي صغير قوي. يعني اجمالا الاهلي والزمالك دي مباراة المولد تقدر تسميها، سوق عكاظ الكبير الكروي تقدر تسميه، سميه ما شئت، المهرجان، اي شيء عظيم
بين فريقين عملاقين كبيرين حطوا البصمه بتاعتهم على مستوى مش بس مصر، على مستوى الوطن العربي والقاره الافريقيه. فاي لقاء بيجمعهم اي 11 و11 لابسين تيشيرت احمر وابيض يلعبوا ضد بعض، ثق يقينا ان المباراه لا علاقه لا بالتكهنات ولا التوقعات ولا حتى يعني حتى الامنيات ما ينفعش في الموضوع ده. ثم المستوى الفريقين قبل اللقاء لا علاقه له باللقاء ده، لقاء خاص، بطوله خاصه، حاجه وجبه كرويه متميزه جماهيريا ونتمناها كمان فنيا. المباراة مهمة جدا، ديربي من الديربيات الكبيرة جدا على مستوى العالم، زي ما بنقول دايما ريال مدريد وبرشلونة، تقول مانشستر مثلا يونايتد مانشستر سيتي او ليفربول، برضو الديربي المصري له اهتمام كبير جدا، وده بقى وضع طبيعي جدا. الديربيات الكبيرة جدا دي بتقام في أماكن خارج البلاد، بتبقى نوع من التسويق، بتبقى نوع من الدعاية، بتبقى نوع من إقبال الجماهيري. أنا أعتقد أن الإمارات اختيار موفق جدا، وده يمكن الديربي الرابع بيقام على مستوى دولة الإمارات. الأربع ديربيات شارك فيهم النادي الأهلي، يعني ده الديربي الرابع، الديربيات الثلاثة فاز في اثنين ولم يوفق في واحدة. أنا أتصور كان مع الزمالك ومع المصري، أتصور أن الديربي ده هيبقى ديربي كبير جدا، كل الظروف مهيئة ليه. استاد محمد بن زايد من الملاعب المحترمة اللي هتقام فيه المباراة، جماهير المصرية الكبيرة، جماهير نادي الأهلي، جماهير نادي الزمالك، يمكن في ناس كتير جدا هتيجي كمان من بره الإمارات تشاهد هذا اللقاء، من دول مجلس التعاون الخليجي، زائد مصريين هيطلعوا، نموذج للسياحة للتسوق. أنا أتصور أنه ديربي جاي في توقيت مهم جدا، يمكن لسه لاعبين ديربي قريب جدا في مصر، يمكن فرق أن ما كانش فيه جمهور، ديربي ده هيبقى مليء بالجماهير. لا، مباراة كبيرة جدا، أنا أتصور أن هتحظى بأكبر قدر من المشاهدين على مستوى العالم العربي. يا أولاد أنتوا بتتموا تاريخ كرة القدم في العالم. قمة الكرة المصرية بين نادي الأهلي والزمالك. أبو تريكة أبو تريكة هتعمل إيه؟ حطها جول. يلقي معنا على الشاشة الصغيرة وأحداث اللقاء الهام المرتقب.